خلوني ابدا معاكم النهارده، والحدث الاهم والابرز معانا النهارده وهو تأبين الوزير الراحل العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي. وتابعته طبعا اللي حصل النهارده من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. ايه رايك في التأبين النهارده؟ والله يا كابتن اسلام، يعني احنا حطينا عنوان عريض في البدايه خالص من وقت وفاه الوزير العام فاروق رحمه الله عليه، قلنا رجل اخلص للاهلي فعشقه او عشقه ملايين الاهلاويه. حقيقي فالاهلي عمره ما بينسى اولاده، عمره ما بينسى اي حد بيخلص للنادي. ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، وده اللي يستحقه ويستحق اكتر من كده الوزير العام فاروق رحمه الله عليه. حتى الفيلم التسجيلي او الفيديو اللي ازاي حاجه مؤثره جدا لما تسمع كلماته وهو بيتكلم عن قيمه النادي الاهلي وقيمه وشعبيه ومكانه النادي الاهلي في قلبه وفي قلب كل الاهلاويه، يعني بيوضح لك الاهلي كان بيمثل ايه الوزير عمرو فاروق. فطبيعي النادي الاهلي يعمل كده مع واحد من ولاده المخلصين، شخصيه يعني بيتهيألي نادره الوجود، شخص عبقري مسخر حياته كلها للنادي الاهلي. حتى لما تعب وقبل ما يتنقل للمستشفى كان موجود في النادي الاهلي وفي الاجتماع. فيعني ربنا يرحمه ويسامحه ويغفر له، وان شاء الله يعني نحسبه في الجنه باذن الله. حاله من الحزن الشديد يا استاذ ايهاب على الوزير العمري فاروق، لانه كان الحقيقه بيتمتع بعلاقه طيبه جدا مع الجميع وعلاقات وطيده. يعني الغريب انه كنت تلاقي الوزير العمري عنده علاقات طيبه مع حتى الناس اللي كانوا بينتقدوا ادائه او كذا او كذا، كنت تلاقيهم برضو بيحبوه. بالظبط يا كابتن اسلام. كابتن عمرو فاروق الله يرحمه، يعني اقل شيء يحصل اللي حصل النهارده ده طبعا ليه. رجل زي ما قلنا ده تاكيد من على فكره اسره الاهلي اللي نادى بها الكابتن الخطيب والمجلس من اول نجاحه واجيال ورا اجيال. رد الجميل للناس دي النهارده لازم الاهلي يرد الجميل للراجل ده، كان لازم التأبين ده ليه، كان لازم التقدير ليه بعد وفاته. عجبني جدا النهارده زي ما حضرتك بتقوله، ده بيأكد السؤال اللي حضرتك قلته، العلاقات مع الجميع ومع مختلف الاطياف. هو قال لي النهارده كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك اما قال الرجل على الوزير عمرو فاروق قال كان مخلد حيا وميتا. صحيح، فجملة عظيمة عجبتني من الكابتن حسين لبيب النهاردة لما وكان حاضر مجلس إدارة نادي الزمالك. لما يجي كابتن حسين لبيب يجي جميع الناس، يعني لو النهاردة يا كابتن ده مفتوح لجماهير النادي الأهلي كنت هتلاقي مظاهرة ولا مباراة في الاستاد، هتلاقي ملايين الناس لو ده مفتوح لهم يجوا كانوا هيجوا عشان شخصية العمري فاروق، العلاقات الطيبة اللي تمتع بيها زي ما حضرتك بتشوف في النادي، العمال الحزن عليه، عمال البسطاء، كل شخص في النادي، الجماهير، الأعضاء، اللاعبين، النشاط الرياضي اللي عمل فيه طفرة كبيرة جدا الملف ده واشتغل عليه في كل فرق النادي في النشاط الرياضي. فالله يرحمه، شخصية أخلصت للنادي الأهلي على مدار سنوات طويلة من بداية ما دخل مجلس الإدارة من سنين طويلة لغاية لحظة وفاته. زي ما قال زميلي الأستاذ محمد أبو علي إن هو مات في النادي الأهلي، كان مكتب تنفيذي وكان موجود يعني لآخر لحظة في حياته. حقيقة كان في خدمة الكيان وفي خدمة النادي الأهلي. العديد والعديد من رموز الرياضة المصرية الحقيقة ورؤساء الأندية في حفل التأبين أعتقد إن دلت فتدل على كل الكلام اللي إحنا بنقوله. لا، من قبل حفل التأبين كمان يا كابتن في العزاء. العزاء انا حسيت ان مصر كلها كانت موجوده في العزاء، من يعني كبار الشخصيات في الدوله، كبار الشخصيات الرياضيه، الناس كلها. وده بيبين لك قيمه الوزير عمرو فاروق، قد ايه الناس زعلت عليه. كابتن خطيب النهارده لخص الكلام وقال ان الوزير الراحل كان نموذج للاخلاص والتفاني في خدمه النادي الاهلي. وزي ما قلنا كده الراجل يعني لما جات له الازمه او سبب الوفاه كان على مكتبه بيأدي مهام عمله وبيخدم الناس، بيحاول ان هو يعني يأدي كل او ينهي كل الملفات اللي معاه. وزي ما وصف كابتن محمود الخطيب بدون اجر، يعني الموضوع كان حتى بدون اي مقابل بيعمل الكلام ده حبا وعشقا في النادي الاهلي. فيعني ربنا يرحمه، وباين من كلام الناس كلها وباين من زعل الناس كلها لحد دلوقتي تالي ما فيش حد نسي عمرو فاروق يوم واحد. تاريخ كبير للوزير العمري يا استاذ ايهاب، سواء في الرياضه المصريه او مع النادي الاهلي. طبعا كابتن عمري زي ما كنت بقول لحضرتك لسه ملفات كتير جدا اشتغل عليها داخل النادي الاهلي، بدءا من ملف ارشفه النادي الكترونيا من سنين طويله واللي عرضه على المايسترو الكابتن صالح سليم. شغل كتير جدا عمله على مدار السنوات اللي قضاها في النادي الاهلي، خدم بكل اخلاص يا كابتن. اشتغل على ملف السنه دي في طفره كبيره جدا تتواصل في النادي الاهلي زي ما كلنا متابعينها في فرق النشاط الرياضي. صحيح، كان ليه دور كبير جدا فيها،
صحيح. انهاء الملفات كلها، اي حاجات محتاجها الفرق الرياضيه، تطوير كل الفرق. النادي الاهلي سيطر على كل البطولات من السنين كام سنه اللي فاتوا بفضل جهد كبير طبعا مع اعضاء المجلس، ولكن كان في بصمه واضحه جدا للوزير عمرو فاروق في ملف النشاط الرياضي. وضحت العديد من الملفات، الكابتن الثقه الكبيره اللي كان بيديها الكابتن الخطيب في الفترات اللي فاتت، فترات تعب كابتن الخطيب، كان الراجل بيتحرك كابتن وهو مطمئن عشان في شخصيه العمري فاروق موجوده، شخصيه قياديه ناجحه، شخصيه كانت بتؤدي كل الملفات اللي بتطلب منها. جانب يا كابتن على الصعيد الانساني، يعني عايز اقول لحضرتك موقف طريف جدا، يعني فضل. يبين قيمه الراجل ده. احنا عندنا الجورنان بالنسبه لمصر اليوم، المدارس اللي كان بتاعت الكابتن عمري الله يرحمه في ظهر الجورنان على طول. صحيح. فاحد الزملاء الشباب الجدد المتدربين في الجريده بيقول لي يا استاذ ايهاب داخل الصبح كده، فبقول له ايه، بيقول لي في راجل كده في الشارع اللي ورا شبه الوزير عمرو فاروق، واقف بيسلم على الراجل اللي بيكنس وبيسلم على العمال والسواقين بتوع الباصات وكده. قلت له يا ابني هو العمري فاروق. هو العمري فاروق يا ابني. قال لي والله معقوله؟ قلت له هو. قال لي ده بيسلم على الراجل اللي بيكنس الشارع والراجل اللي، قلت له هو العمري فاروق، هو ده العمري فاروق، هي دي شخصيته، هو ده القرب من الناس وحب الناس اللي كانت كل الناس بتحبه.